مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في شاشه تفاعليه لشوف تيفي. من بعد ما قامت الفنانه اللبنانيه ديانا حداد بحذف كل الصور والفيديوهات ديالها على صفحاتها الرسميه بمواقع التواصل الاجتماعي، وكانت رشت اخبار مؤخرا كتقول بان الفنانه ديانا اعتزلت الفن بصفه نهائيه، ولكن ديانا حداد خرجت ونفات كل هذه الاخبار واكدت بانها ما اعتزلتش الفن وانما خدات فتره استراحه فقط. واكدت ديانا من خلال تصريح لها البارح على قناه على برنامج اي تي بالعربي على انها كتمتع بصحه جيده وانها ما اعتزلتش الفن، وقالت اخذت فرصه لنفسي وابتعدت شويه عن السوشيال ميديا خلال هذه الفتره، لمست حجم محبه الناس والاعلام وجمهوري الغالي وكيف كان خوفهم على شخصي، واشكرهم على هذه المحبه واقدم الشكر ايضا لكل من سال عني. واضافت ديانا حداد انا بخير والحمد لله وافضل من قبل، أنا لم أعتزل الفن، ديانا حداد موجودة وفي مرحلة جديدة من حياتي كلها سلام وهدوء، وأشتغل على أعمال ورؤية جديدة ومشتاقة لأقدم لكم كل ما هو جديد، أحبكم كثيرا. وكانت ديانا حداد اختفت على مواقع التواصل الاجتماعي من جميع صفحاتها الرسمية، وهذا اللي خلى البعض يقول بأن ديانا حداد اعتزلت الفن بصفة نهائية، ولكن ديانا حداد نفات البارح كل هذه الأخبار. فهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر، إلى اللقاء.